السلطات اللي تدخلوا الحمد لله، والسيد غادي يدخل باش ياخذ الاجراءات العلاجيه ديالو. الاخوان يلا المشكل اللي عندنا هو سائق مهني بطبيعه الحال كيعاني من كوفيد 19. كان كيحس ببعض الالام في الراس ديالو، مشى دار التحاليل في الشيخ خليفه، قالوا لي ما عندك حتى شي حاجه. من بعد ما توجه لمستشفى اخر ميداني قالوا لي غادي دير سكانير، من بعد ما دار سكانير تبين بانه عنده كورونا. كيمشي للمستشفيات ما كيستقبلوش، يعني عدم استقبال ما كاينش، باش يشوفوا فيه ما كيشوفوش. مني جبناه لسبيطار محمد الخامس حيت هو محسوب على الحي المحمدي، حتى كنتفاجئوا في سبيطار محمد الخامس السيد عيطنا لومبيلونس مخنوق، لومبيلونس ما كتجيش، جبناه حنا بالسياره خاصه. مني دخلناه ما استقبلوش، ما شافوش فيه، حتى باش يديروا ليه غير الاكسجين ما داروش. قال لنا غتمشيو للباب الكبير اللي كيستقبلوا فيه الناس ديال كورونا، راه تما غيقدروا يديروا معكم حل. مني مشينا حتى كنتفاجئوا بالحارس ديال البوابه الرئيسيه كيقول لك لا خويا ما كايناش بلاصه، ما كاينش اكسجين، سيري وديوه للدار حتى لغدا ولا بعد غدا وجيبوه. يعني هادشي ما كيبشرش بالخير، وما نقدروش حنا نبقاو خدامين شي سائق مهني كيعاني من الاعراض ديال كوفيد 19 باش يبقى يمارس المهنه ويهز المواطنين، فراه ما غاديش نتقبلوها. واخا ما نلقاو من ناكلو، ولكن باش ننقلوا العدوى للمواطن اللي حاط علينا بطبيعه الحال الثقه ديالو، فهادشي راه ما كيبشرش بالخير وما نسمحوش به. السلام عليكم. كنشكر اولا شوف تي في اللي كتضامن معنا في هذا الموقف هذا، وجات تنقل هذا الخبر هذا المؤسف ديال الاخ السائق المهني اللي معنا اللي كيعاني من اعراض ديال كوفيد، وحاليا جايب معاه سكانير ديالو كيثبت انه عنده دوك ليطاج ديال كوفيد في لي بومون ديالو، ولكن كيتم الرفض الاستقبال ديالو هنايا في ليرجونس. حاليا هو في حاله حرجه، دزنا قالوا لنا سيروا للبلاصه ديال كوفيد في الجهه الاخرى في سبيطار محمد الخامس، دزنا تما كنلقاو السيكيوريتي كيقول لك لا ما يمكنش لكم تدخلوا. قلنا له على الاقل دخل غير الاوراق ديالو، فهمتيني، لعند شي طبيب ولا شي مسؤول، ولا خلينا ندخلوا. لا ما يمكنش نهائيا، سيروا ديوه حتى الغداء ولا بعد الغداء. فين غنديوه؟ هو حالته ما قادرش يتنفس، واش نديو نقتلوه؟ يموت في الطريق، يموت في دارو، راه شي حوايج اللي ما كتدخلش الدماغ، ما كت لا حول ولا قوه الا بالعظيم. الا كان بحال ما هكا هذا هو الاستقبال ديال المواطن بالطريقه هذه، راه هاد الحوايج كتضر في الخاطر. نتمنى المسؤولين، حنا كنعرفوا بالدرك اللي عليهم، وهاد الظروف الصعبه اللي كيمروا بها ولا كنمروا بها كمواطنين وكمسؤولين في هاد البلاد هذه، ولكن راه ما نبغيوش المواطن، راه كيبقى مواطن كبير عندنا وعند الله سبحانه وتعالى وعند سيدنا الله ينصرو. الوغ كنبغيو ان شاء الله يشوفوا من حاله، والحالات اللي هي بحال ما هكا كامله يشوفوا من جهتها، ما يتمش اهمالها بهالطريقه هذيك. وشكرا لكم، وحنا راه حنا متضامنين مع الاخ ديالنا ان شاء الله حتى يدخل تياخذ يدار الاجراءات اللي خاصها تدار. الله وبركاته. تنضامن مع واحد الاخ ديالنا سائق مهني اللي هو في واحد الحاله مسكين، لا يقتل لا مشى مسكين دار التحاليل في شيخ زايد، وداهم الميريزكو قالوا لي سير ما عندكش هاد التحاليل خصك تعاودهم، ومسكين ما عندوش باش غيعاودهم. وقالوا لي هاد الحاله ديالك راه ديال كوفيد 19، يعني مريض السيد ما تيقدش يطلع لنفسه بطاقة، وقالوا جبنا لهنايا وباش استقبلوه قالوا لي سير الصباح. ولا لا يعقل السيد ملوك ما قادش يتنفس ويقولوا لي سير الصباح، يعني سير لصق في ولادك، لصق في مرتك، لصق في عباد الله، وبقى وموت نتايا. وحنايا كسائقين مهنيين خدامين تنزل الناس
ومغامرين بالحياه ديالنا وتهزوا الناس وما عارفينش الناس واش مقيوسين ولا مقيوسينش، ومنين تنتصابوا ما تستقبلوناش الناس هادو في الادارات تحل مع السكيورتي ولا خاطر يقول لك سير اخويا ما كاينش هاد السير البلايص عامرين، كيفاش البلايص عامرين والسيد تيموت؟ هادشي هذا خصنا نديرو ليه حل، حنا واقفين تضامنوا مع السيد، والشيء هذا راه زعما راه ما تيشرفش هاد المهنه هادي كاع ديال صياد الاجره الصراحه هي هادي. ومن هاد الباب هذا تنقول هاد الناس هادو مقسم يشوفوا فينا بعين الرحمه ويستقبلوا السيد يديروا ليه الاكسجين يقول ليه شي بريك يتنفس يعيش مسكين حتى هو بحاله بحال الناس هو تيدير واحد الخدمه اللي تيهز المواطن ويوصلوا فين بغا ويدير واحد السيرفيس للبلاد. سعاده نجيو عندهم يستقبلونا دخل سيدي قلبوه باش يبقاو يتماطلوا عليه يقولوا سيت الغدا شنو هو سيت الغدا والسيد وسيمانه هو متقدش مسكين يتنفس يطلعها ومشى دار التحاليل بفلوس اللي ما خدامش مسكين وتقاتل ومشى دار التحاليل والنهار كله هو غادي يجي السبيطارات وما تيستقبلوش. هادشي هذا راه ما تيتقبلوش العقل هذا الصراحه هي هذه.